الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث السادس عشر وحديث كي كان لحية تبنات لا تغضب ولك الجنة هعرون وها حناق وحا الله هذا جنة إلهي سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة وحل قوري رضي الله تعالى عنه أن رجلا نبا قال وحوري للنبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوصني إيدر دارا رسولك إلهي. قال رسول كحوري لا تغضبها عرون. فردد واعل عليانك مرارا مرر بضنب كعلي أولي رسولك إلهي إيدر دارا. قال وحوري رسولك مر والبوران هي لا تغضبها عرون. رواه حديث وحوري البخاري وإمام البخاري. حديث كان وحكمتها رسول كان يقول عليه الصلاة والسلام كلمات كيسة لفظه قاميه معانه سنة آدو حل ديره جوامع الكلم كإلهي رسول كان سيئ عليه الصلاة والسلام. ويو لا تغضب انت عسى وحي كل من يسا بدين في إسلام كوردن بكل من يسا سببت أكل من يسا وحي تهي إن العرون بن آدم كم مأود ووحد آقاد بشرك كب حسن كل روح سحن كولا رغم هذا الحنك يرام فعل حنك وصوبيو والحناقيسة. لكن نحرك أجدد وحوية حناقها وحو كانها يا إن كنترول كاردومو أو فعل حن أدغاد محا سميسة أما هذا الحن أتراد تاسها سمين وايو تلقاتك إيا صبرك وأخلاق دي أنبياء دي الرسوش يا مؤمنين تهددك وناكسن هذي تاسو لقصف وانا ودينة إسلام. مركا حديث وحا كجرى رجل با وحو يري نبينا كير عليه الصلاه والسلام مصطلح انا رجل هذه وسوق المشي وحلقا ان دد كشان قار سنه قف مجهوله كجرى وحوي صحابه دخله هذه رجل لوغدا رجل من الانصار رجل من المهاجرين رجل لوغدا وحوي وا مشكله ما له وا وعادل صحابته عدول ويان مركا قصه سبول ورود كده وحا ليدها لسكو خلافا قوله وحي يرهن رجل كو أبو ذر الغفار إنك لو أبو ذر دو هانك الأورنجري أو إما وطبران أو حسوس هرهايا إنه يري محوها أبو ذر ده رسولك إلهي دلني على عمل يدخلن الجنة. رسولك إلهي واحد تسع عمل جنة دي إجلية برقاسو رسولك كو يريها عرون جنة الله يضحي قول واحد إن جارية بن قدام الأورنجري بوهايو سيدة إما حمد بن حبري غير يسوس هرين أساقا وحكري رسولك إلهي بوحان ويديي ee dardaarana waxaan ku yiri rasuulka ilaahay oo hadal waxaad ee tiraada ee anfaca hana igu tira badan hadalkay u dheereen ee yare markaas wuxuu yiri rasuulku ha aroonin uu ku celaliyay wuxuu u maleey uu yaraystay dardaarankii. Marka xadiidku wuxuu nagu hanuunin haya oo fiqiga laga qaadanayo uu yahay qofka insaanka waxa laga rabaa muslimka daba makarim akhlaaq wax la yiraahdo oo islaamku muxuu aha uu noo keenay inuu ku sifoobo oo ku tilmaanaado إنه دلقاد إسكو قرحية إيا حشاد إنه هو دو تواضع مرديس خاصة سرده جدا إنه مرديس اللبستو أو دادك أسجع ليسيو أو يكام موقاتو ملاحم الرجولة على مدها رقا نماد إيا داد نماد على مدها رقا نماد إيا داد نماد نوحو نقانا إن دادك الله يولد عصو ما تاسي على مدها رقا نماد داد نماد تاسي وا داد نماد آوي على مدها داد نماد وحاية تهي qofku inuu dulqaad yeesho inuu ka muuha dadka dhibaatooyinka uu ka hanto inuu kolku awoodo inuu aargoos iska cafiyo inuu shadaa'ida ku sabro inuu caradiisa qariyo muuha kolku lagu xadgudbo in had iyo goor 24 saac dalaaqatul waji dadka muslimiinta bal gaalada naftooda waji furfuran iyo muuha akhlaaq muuha iyo muuha dabeecad furfuran oo insaanka kula dhaqmo taas loo baahan yahay. Marka محو كل سحابك لا تغضب ولك الجنة حناق يعني حناقه وحو كان هي فلني ورد فعل يحمانها سمين قول يفعل منها سمين ولك الجنة الله يتأذكونا جنة الله يتأذكونا رسول كوير بركو حالو باهية جنة دا رسول كو نادر دارمي انقفكو وعشقيو او طريق يدي ارهاديو طريق جنة الو قاراي دوا طريقي رسوشي انبياء دا رسول كان يدقون عليه الصلاة والسلام مرشد كان معاني كان قائد كها طريق ونغو هنوريا نوتر دارمي وي طريق جنة كاس وي قفك مسلم كامر وحلقة ربا إنو حسوس نادو والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كل واحد قدبو وانا آيات كو هيسو
فوكس كأي كوس عارنته ميس كوس عارنته رسولك إن عليه الصلاة والسلام وحلاج وريا إنه يري محوها سحاب كوري ماذا يباعدني من غضب الله رسولك لا هيو عرض الله محيك ديرين هي عبد الله بن عمر بوهابا ليري مركز رسولك وحرق الله تغضب عرض الله وحكا ديرين هي هذا حناقي ويو سيمبر قول حن وكلمة الكفر هي شرك أول هي فعل حن بعرض كتشار مركز هذا هو العرون لكن وحاله بها هي إني حوها كنتر قارقا وبرق له هدوسن قارقا وح برقا والهين بقول الله أتكسو عتاد فريو وكسو عتاد باورت كفر سين أي برقا والقوات محاسا وينيسا نضح هذا صوما لكن قارقا هدو بركو له محاسا وينيسا بركا تقوانيسا وحاله بها هي مركز حان أغضو قارقا وبركو له بركا قوان كرت لكن هدون قارقا وبرق بالهين ده خلاص هدو دمان يسا أمدن وثلاقيسا مركا شر أردن محاكينا غضب كاكينا خير أردن محو كسوغن يهي غضب كو لغو حروبو أو حلمي يا طلقات أفريطان كسعموها أطبيعات دوالا وكالدكتو إنات كنترو شبا أنا وحانو نقامنا ومالين هيا هدي قوفكو إنو يهي نحوك بدن وحقب سنكرا رسول كومة الله من عليه الصلاة والسلام ساس وكي حديثي صحيحها ليس شديد بالسرعة نكا حوك بدن يحرقي معها نكا دتك اللقدة يا دتك لاي يا أرجوس تما شديد وحي اللي يدا قفك نفتي سهنت مركو حناق كاسا شديد لو يقان مركو حلو بهاي هاي على جدا غضبك نفتهم وها حناقها وحيالها لو علاجيو قفك إنه هذه قرلا صعدا فوكس كأي صار أنت رسول كان عليه الصلاة والسلام وحكاس قناتي سيد أحمد بن حنبل أبي داود يترمذي غير يورين هيان إنه يرينك وها عردي سقارية أسقوا أود إنه فليو إلهي ما معنى قيام أيده هي ضد كهر طالو هبل هبل صباح بالعرن هي كل كسر قبل جد لسين هي وقف أنتو حناق أسقوا أود إنه حناقه فليو نفتيس كنترول إلى ما لقوا محلوا دور هنجليو حور العين تلا عرن هي واحد وانت كقاض قبلها حور العين تلا جنادة جوج واحد وانت كقاض رسول كانوا عليه الصلاة والسلام وحلاقوا ورينو يري عضون مجد عارضي إلهي درت هذا قرية إلهي درت أقرية إلا وحالك بحنا يا قلب جيس إيمان بلق بحنا يا وعجائب إمام البخاري يا مسلم بوحي وريين رسول كان يدقون إنه يجري إنه أركل لون الناس عايش أو مد حديدي سكعان أو داجتي سكعان أو نيرفي سكعان أو سكلا ونقض مركزي روحان أوجه هاي كلمة هذو أران لها عرضوا إكتجله هذو أران لها بالعود بالله من الشيطان الرجيم هذا وكتيله. مركا حلو بهاي هتو روح حناقة حتى وتدي اللي يقول علاج لها إنه آذ. ومع هذا ليس رسولك عليه الصلاة والسلام بحول أحد كل كعراض أسوق تاجن هفرس فرسو. هذا كاتج ويدو ساحو ويسيسو شيطان كإسكنار محوها. سمع له حيران جيران عرب ولا لوا لبريا سو ماهن. كل كي ما أنت لو قفصو حناقة ولا عليه هذا إنه مركا فعل ابن عينه عا ومحوها لبريا ساعد اللي جوه. لو يروح ولا لابو يوكواس هاد قرن يسا عدا ود جيرت ما هين الشيطان ينهو ميش كشقي مركا وحالو بهاي هاي اخواني قفك مسلمك مؤمنك اخلاق ديسي يا طبيعة ديسي انه نقطو رسولك ان ادقان اخلاق سي يا طبيعة ديسي رسولك ان ادقان واكاد قرن يسان نين انتو ايميد نين ربادي ايميد ومان لو نكشكينيني ومرض كو طبي يا وحيد ور مالك أنا أدمشن كوه هستات كوب محوها بخيله أدمش كوه هستو مالك هاجينا مها مالك محوها ريركين أنا مه حولها إلى وحنا قصي رسولك أنتو قصلي يورو ربح حولها لسي أمر بوبحي إن حولها لسي ولكن إنك يهودي عك شكين إن أنتو رسولك ومحوها نن عالم يهودا أي وحيد رسولك إله وحول بوان جربي ورسولك للشيخ جري آخر للشيخ هي آخر زمان زوب حي لكن لو قصانك وأرق بود لو بدأ قصوين أن ما تتجربي، مرك إن بدل بوحان رادين هي بيجان سين أنو هلو، لو بدأ قصصان محمد أنو حبسلا، بده وحوي تهاي بود الرسول كوحا كتب تهار كتل ما أنتي، إن جهل جا حلم جيس وكرنا قهي، أو كل كجهل لوجو سمي حلم جيس أكسه الرجال، منا كل كلوجو جهل فلا مار أو محمد لوجو حد جدبو، تاس وحي كين صدق القاد ونو سيزي زيادة، مركاسان يدي بودي نيو تمرتني قدو. رسولك إلهيو
oo waliba deeman ku seen intaas oo bilood waayay oo ka qaatay rasuulka kaleey salaatu wasalaam naga nadan buule asoo waqtiga la gaarin yaan maal dambuu imid buur asoo Umar ibn Khadaab la joog halkaasan marada ku qabtay buu ku dabay rasuulka leh marada lagu dabahay halkaasan idi buuri waxaan idi buuri xaqayga isii igu deyntaydi idinka reer Cabdi Muxtalib baraka beelayaal baatiin dad waxaad tihiin deynta Alla ku dhibado deynta ma aan bixin baatiin Umar ibn Khadaab baa yiri cadawgu Ilaahay oo mar rasuulka Ilaahay wasan ku sameeyneysa wallahi hadaan ka baqaynin buur wax kale oo maxay ani nabi Ilaahay Muhammad hadaan ka baqayn macnaha raxmadiisa aan ogeyn wallahi seeftan kurka goyn lahaa buur rasuulka intuu asagoo qosli Umar fiiriyay buur Umarow aniga ninkaba wax saaka bedela man kaaga baahanahay inaad asaga tiraha weeyaan muxuu ahaa niyahu si fiican deyntaad u qaado anaa tiraya rasuulaha deynta si fiican saga bixi saasan kaaga baahanay laakiin inaad orod Umarow ninka ka xeedo deyntiisina ugu gud toban muxuu ahaa ziyada aan ugu dar argagixii aad argagixii u caga jugleysay meesha ku islaaminka khalas hadda macallinkeena waa kaas qaidkeena iyo murshidkeena kaas u ahaa waxaa loo baahan yahay marka qofka muuminkii inuu mar walba ay u saaran tahay miiska qur'aanka kariimka ilaahay wuxuu ku yiri subxaana wa tacaala اتبع بالتي هي احسن ولا تستوي الحسنه ولا السيئه حسنه سيئه ما سنه اتبع بالتي هي احسن كل حمان لو سمي ادو وناك سمي فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم روح قد هتهت وني هو فادك انت خونت وربرال هو تبع سبب يحيى يا سوما ولا يلقى يلقاها الا الذين صبروا ولا يلقاها الا ذو حظ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم marka inay miiska ku saarantahay walkaadi min alghayda walafin aan innas hadayna sida ahayn akhlaaq khalad qaatay marka asaga wakiil leeyahay zainu abidin ina maxaasiid xuseen ya maalin asagoo sayidkii adoonkiisa uu muxuu aha madax biyo shoo madax uu dhaqanayo biyo ugu shubhayo mo kaga fakaday makasb uu la qasti iyo janada dhana baa maxaa ibriiq dhana oo biyo madax ka sii daay marka sayidka waxa naqsan ba kor u fiiri korkaasi wuxuu yiri sayidi ilaahay wuxuu leeyahay wuxuu walkaadi min alghayb korkaasi wuxuu kadamtu ghaydi aradaydi waan qari korkaasi hadan ku sii wado wuxuu yiri wal caafi muxuu yahay wal caafina aan innas ilaahay leh afawtu aan ku yiri waan ku caafi wallahi yuhibbul muhsinin ilaahay leh war waan ku xiray war iska tagbuul khalas ashu lu kalt وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وي marka وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وحال لغا وري ان رجلا نبا قال يدي للنبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اوصني اي دردارن رسولك الهي قال رسولك وحو كير لا تغضبها عرون يعني هفلين عرض وها اي كينيس ردو فعلك قول كحن اما فعلك حن هفلين وي معنى اي عرون ماها aradu hadii xumaan ficil xun lagu sameeyo ama qowl xun daaqadaada way ka baxsan tahay way xanaaqaysaa laakin maxaa daaqadaada ah inaad kan tarosho oo naftaadi haanato oo hadal ku xumaay kaas oo bixilaha aad celiso oo muxuu ficil ku xumaay sameyn lahayd aad kan tarosho taas laga raba faradada ninki waa celiye miraran marar badan buu rasuulku ku celiyo wasaydi ba iyo dardaananki buu yaraystay qala rasuulku xul ila taqdabha aronin yaani aradu waxa ay keenaysaa xumaanta ha fulinin taas ku الحديث السابع عشر حديث كي تضبيه طبنات عن أبي يعلى وحا لغوري نكي كويس أبي يعلى الأورنجر لغو مقعدر الشداد ابن أوس مقعيس الشداد كي أوسى رضي الله تعالى عنه عن رسول الله رسولك إلهي وحكوري صلى الله عليه وسلم قال إنه إن الله إلهي كتب إلهي وقرأ الإحسان سمفلك على كل شيء شيء كست كل موجود إن الله سمفل وصفي عن الله رغم يولهي وقرأ قدري أو أمر إلهي سبحانه وتعالى فإذا قتلتم كل كيد وحد ليسان فأحسنوا وناجية القتلة دليد هي هذا وحد ليسان وناجية وإذا ذبحتم مركيد وحق ورعيسان فأحسنوا الذبحة هي هذا وحق ورعيسان وناجية وليحدها أفست أحدكم قفكين شفرته من ديشي من ديسها أفست وليرحها الراحية ذبيحته شيئا وقورعه حوالي حيوانك والراحية رواه مسلم بحديث كولي حديثك هو حديث قاعده وين اساسي ودين الاسلام كقواعده اصول شهده كميده وهي محيه لحديثك هو كهل هيا تعاليم الاسلام كودن ان احسان و وناك كسليسنت وهي احسانك
waa shay la sameeyo loona sameeyo calaa muqtada sharci shariicada islaamku sida ay keenaysa in loo sameeyo way saasuu ku noqon karaa marka ficilku haduu ruuxu ku tacalluqo wax aakharadaada haddii aakharadaada shariicada islaamka siday ku qarartay inaad ku socotood ku wanaajisay haddii caqiida ahaan lahayd haddii acmaal ahaan lahayd sida muxuu kitaabka qur-aanka iyo sunnada waafaqsan hadday nolosha macaashkaaga adduunka ahaan lahaydna sida shariicada islaamku ku qarirtay saasaa ixsaana oo wanaaga ood naftaada kula dhaqmo oo islaanta iyo ilmaha kula dhaqmo walaalahaaga iyo derska aad kula dhaqmaysa marka xadiidku waxa uu ka tegayba male waxaa laleeyahay marka ixsaanku waa waajib sida naska xadiidka laga qaadanhayo waxa weeyaan ixkaam sugid iyo kamaalka waxa weeye acmaasa mashruucada sida shariicada islaamku ay rabto loo sameeyo wey ilaahayna in badan buu qur-aankiisa uu ixsaanka ku sheegay waa ka ilaahay leh ina allaha yaamuru bilcadli walixsaan ilaahay muxuu idin amrihaya cadaalad inaad ka shaqaysaan iyo ixsaan walow cadaaladu maxay tahay adiga walaalkaa wixii adayna dhex maraan ilmahaaga dhexdooda faamilka dhexdiisa qaraabada muslimiinta xataa xayawaanaadka kale inaad cadaalad u samaysa wa axsinuu ina allaha yuxibu lmuxsiniin axsinuu samafala wanaajiya waxaad samaynaysaan hadduu cibaado yahay hadduu dhaqan yahay hadduu muxuu amta wax kastaba ina allaha yuxibu lmuxsiniin ilaahay muxsiniin tujecel yahay waa matluub marka laba midun weeyaan shay faral hadduu yahay waxaa lagaa rabaa sida muxuu shariicada islaamku waafaqsan inaad u gudato shay tarki hadduu yahayna sida sharci uga takuyidho waa inaad uga tagto hadduu mucaamalatulkhalqi yahayna sida sharci ugula dhaqan ku yidho ula dhaqan muxuu ahaa mucaamalada makhluuq ixsaanku xataa waa kan muxuu ahaa qatliga haddaad wax dilayso waa inaad si shariicada islaamku ay ogosheed waxu disha oo aalo af leh hadday xabo tahayna kaba muxuu ahaa waaba ka fududahay haddii kale aalo af leh oo muxuu ahaa shayga la dilahaya ee in la dilo bannaan tahay shayga in la dilo bannaan tahay shay aan in la dilo bannaanayn waa kaad arkaysa ruux bini aadam oo la qalanhayo oo bisan baa loo qabanaya maxoolo u qalanba wuu gowracahayaa markaasuu mindi ku kirkarayaa bismillaahi buu ilahay qur-aanku utula akhrinaya cajaa'ib waay shayga ay bannaan tahay in la dilo nufuusta ay bannaan tahay in la dilo waxaa la rabaa si sharci oo ixsaan hatan inaad u disho oo shayga in la dilo bannaan yahay maxaa wey shayga in la dilo bannaan yahay waxaa weeya muxuu ahaa hadduu jihaad mashruuc islaami hadduu jiro hadday qisaas tahay hadday xad tahay waa inaad sidii sharciga waafaqsan aad u disho ma bannaantahay gaaladu hadday muxuu ahaa ay aslixada damaarka iyo muxuu ahaa gubta bini aadamka iyo muxuu ahaa dhirta gubta hadday noo isticmaalaan inaan anagu noo isticmaalo taa la isku khilaafay culimada muxuu ahaa islaamka qaar waxay leeyihiin ilaahay waa ku ilaahay faidaa laqiitum aladiina kafaruu muxuu ahaa waxaan leehay faman ictada calaykum factaduu calayh bimili ma ctada calaykum oo intii ay ku sameeyeen intoodan ku sameeya qolo diidan oo leh hadday waxad gudba ay sameeyeen oo sharciga islaamka ogolayn anagu akhlaaqum inaan sameyno ee si kale aan u dilaynaana way jiraan qisaasta ma banaano shaygan muxuu ahaa laga qisaasanhayo in la dilo si sharci loo dili mooyeen inaan muxuu ahaa lagu xadgudbo ayadana meesha waa meesha laisku khilaafsan yahay shayga laleeyahay qaatilku hadduu sameeyo maqtuulka ku sameeyo uu dilay markii hore suur xumayn xubnihii uu qaar gooyey ama wejigu maqaar muxuu ahaa ka fiiqay akhlaaq xum uu ku kacay ruuxii ruuxa dilay uu sameeyey maxaa la samaynhayaa culimada qaar waxay leeyihiin sida madhab maalik iyo imaam shaafici iyo axmed bin xambal riwaaya laga wariyo sida wuxuu dilay baa loo dilhayay siduu u dilay unbaa loo dilhayaa isagan oo waxaasay daliishanhayaan xadiidka bukhaari muslim wariyeen ee anas bin maalik yihi gabadh jaariya ayaa iyadoo dahab qabtay muxuu ahaa waxyaala fidiya dahab iyadoo qabta yay show muxuu ahaa mabiyo waxay soo dhaaminaysay nin yahuuda arkao laba dhagax intuu u dhigay yuu madaxa kaga muxuu ahaa kaga bashaaqay gabadhii oo naftii u dambaysay ku jirtaa lasoo qaaday oo kolkaasaa la yidhi yaa ku dilay hebel ma hebel baa ku dilay haa hebel baa idilay tiri rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam labadii intuu sameeyeyn ha lagu sameeyey qolooyin muxuu ahaa axmed maxaa la riwaaya laga wariyay iyo abu xanifi iyo diidana way jiraan oo ay leeyihiin seefun baa lagu dilahayaa ma la ogolo hadduu si xun wuxuu dilay inuu muxuu ahaa sidaa loo dilo lama ogolo ama qatliga hadduu xad yahay kufri loo dilahayo waxa weeye culimada qaar baa waa karaha yidhiheen inaa muxuu ahaa hadduu isagu muxuu ahaa qofkaas saa sameeyey in saa lagu sameeyo waxaa kaloo nahayoon xadiidkuna ogolayn taxariiqa laisku guba dabka laisku guba naarta muxuu xayawaanka lagu guba
oo rasuulka naxariis salaatu wasalaam waa ka yiri ha ku cadaabin cadaabka ilaahay rasuulku waxa la wariyay naxariis salaatu wasalaam ka sugnatay intuu soo maray muxuu ahaa qariyo la gubay oo quraanji ay ku jirto quraanji lagu gubay inuu xanaaqay oo rasuulku inuu caarooday rasuulku naxariis salaatu wasalaam oo yiri awla ma aha qof bashara inuu cadaabka ilaahay wax ku cadaab saadarta culimadu waxay leeyihiin hata shayga xayawaanadka hawaamka cayayaanka dadka cunayo in la gubo lama ogolo waxa kale oo la ogolayn oo xadiidka laga qaadanaya shayga xayawaanka la dilahay inta asagoo nool xiray in maaha la toogto hadii la aado xayawaan inaad ku toogato rabto marka hore gowrac marka gowrac kadib asagii oo gowracan marka hadaa toogadaysa toogo oo maxaa ku toogbara hadii aad maaha si kale oranaysa marka kadib waad cuni kartaa laakiin lama ogolo shay xayawaana in asagoo nool inta meel lagu xiray la toogto lama ogolo taa waa kan maanta aragtay oo dadka bini'aadamka ahaa oo in la dilo ayna banaaneyn baa la leenaya qofkii waa gaal baa la leeyahay laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullaahi buu leeyahay markaas haddana inta midi la qaada la gowracahaya oo kolba mid kari waayso to kale midi kali kan oo haddana gowracahay soo marnaya عن أبي يعلى وحلق وري شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كين وحوري إن الله إلهي كتب وقري الإحسان إحسان بو قري على كل شيء لا سما فلا شيء كست كله أما كتب أمر الإحسان بو إلهي أمري إحسان إلا سمي على كل شيء كست لا سما فلا فإذا قتلتم كل كيد وحدي الإحسان ووحد الكسو بنائي وحد الكسو سنبنائي ما قف بحد لو دلي qof qisaas loo dilhaya qof baa shay xayawaan ama maaha la qalahaya ama la gowracahaya faida qataltum kulkaydun idaa aradtum hadii la dilaba maxaa ihsaan la sameynaya faida qataltum markaydun dishaan yaani aad rabtaa inaad wax dishaan fa ahsinu wanaajiya alqitlata hay'ad iyo kayfiyad wax u dilaysaan wanaajiya wa idaa dhabhtum kulkaydun wax gowracaysaan oo rabtaa inaad wax gowracdaan fa ahsinu wanaajiya adhibhata hay'ad wax gowracaysaan wanaajiya maxaa ka mid ah wal yuhidda ha afaysta axadukum qofkiin qofka wax gowracaya shafratu mindidiisa ha afaysto wal yurix ha u raaxiya dabiixatahu madbuuxan shayga dabiixada ee madbuuxada xayawaanka uu gowracahayo ha u raaxay waxaa ka mid ah waxyaalaha dee sunnada ahayd in shaygan xayawaanka kolkii la gowraci la waraabiyo in midida la afeeyo inaan hortiisa lagu lisin inaan la isku hor gowricin oo muxuu ahaa kolkaad neefkan gowracaysa kale aad muxuu aad ka qariso laakiin mindi afdaran inaad isku hor gowracdo hadda qofka bini aadamka waa saad arkay loo geliya xayawaan xagee buu jooga horta kale basharkii insaanka ahaa oo weliba ilaahay uu ilaaliyay dhiiggiisa muslim oo ashahaadanaya yaa saad arkay loola dhaqmaya alxadiidu thaamin cashar xadiidkii 18aad can abi dharin waxaa laga wariyay judu binu janaadata hara wa abi cabdiraxmaan mucaad ibni jabal ha radiyallahu tacaala canhuma labada saxaabi waxaa laga wariyay can rasuulillaahi rasuulka ilaahay waxay ka wariyeen sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yihi illaaha ilaahay ka baq xayso ma kunta meel kasta oo joogtaba waa atbic raacsi asayiata xumaanta markay ka dhacdo alxasanata wanaag raaci tamxuha xasanada ayaa xumaanta tiraysa wa khaliqin naasa dadka la dhaqan oo la muamalo bi khuluqin dabi'a xasanin oo wanaagsan rawaab xadiidka waxa wariyay at-tirmidhi oo qaala wuxuu yiri xadiithun wayo xasanun wanaagsan oo fi bacdi nusakh xasanun saxiixun xadiidka imaamu tirmidhi ayaa wariyay waana xasan darajadiisu cala laqal oo ay xamdu xambal iyo maal bazaar iyo tabaraan iyo xaakim ayaa wariyeen ayaguna xadiidka laba saxaabi ayaa laga wariyaa sababtu ku soo aroorayna waxa ay baa la yiraahdaa mucaad binu jabal ayaa sida ibnu cabdilbar kitaabkiisa leeyahay tamhiidka oo muwaaday umariga sharxiisa uu ku soo saaray wuxuu yiri rasuulka ilaahay baa wuxuu diray mucaad binu jabal radiyallahu ta'ala an markaas oo yaman u diray markaasuu la dardaaramo wuxuu ku yiri mucaadow ilaahay ka baq dadkana si wanaagsan ula dhaqan dabeeca wanaagsan kula dhaqan hadii qalad ka dhacana bashar baa tahay muxuu ah wanaag ka dabage markaasuu mucaad waxaan idhi buu yiri rasuulka ilaahay laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullaahi maxasanaadka ka mid tahay waa min akbar alxasanaat buu yiri xasanaadka kuwa ugu waaweyn wey axmed ibn xambal wuxuu soo saaray abidar uu ka wariyey abidarul ghafaar baa wuxuu yiri waxaan ku yiri rasuulka ilaahayow ibar camal oo jannada ii dhaweeya naartan iga dheereeya markaasuu wuxuu rasuulku yidhi buu yidhi kolkay siyaa ka dhacdo xumaan samayso muxuu ahaa xasana ka dabage xasanada waxaa lagu qorhayaa tobankeed baa lagu qorhayaa waxaan idhi buu yidhi laa ilaaha illallah xasanaadka ka mid tahay waaba kuwa ugu waaweyn buu yidhi marka labada saxaabi mid walba wasiyo uu rasuulka uu muxuu ahaa dardaaran uu rasuulku la dardaarmay buu ahaa oo labadooda saas xadiidka looga wariyay mushtarak u yihiin marka xadiidka
وسيادة خالدة دا ولا قادن هيا تكالقفك بني آدم ك وخليفك إلهي سبحانه وتعالى وأرضا كان إلهي وكإلهي إلهي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة حتى قصة قورتي إلهي يري ملائكة هيسي أكويري محوها خليف قف خليفة أو آدم ليلة أيام لك يلهي مركا حتى قف خليفة أرضا إلهي وخليفة وحلقاتها بأخلاقه وناقه يمسؤولية أنت إليك تغرني سمركا أساقا وحلو بها مركا قفك بين آدم كا إلى هاي النعمة بشرك وحقوق الله يستي عن حساب الهين محوها مخلوق يسكو وقف ذلك بدنا يا لك سوساري بني آدم كالك سوساري إلى هاي أنتو أوري النبي الله محمد بأو خير بدنا النبي محمدنا خير وخير ومحالك سوساري بشرك أيو كمدية نعمة أنت أصابنا وقف في لما وحالو بها هي مركة قفك بني آدم كا إنو سيف وناكسن وولا رقمه بني آدم كالك سيف محوها وناكسن وولا رقمه أو مودة يتعاون يا ولارنم يد المساعدة يا إحسان يا أخلاق ومناكسن وكل رقم بين آدم وكل نوال هذا له بهية وهكذا الحديث كلا قاعدا هي رسول كان عليه الصلاة والسلام وحيابه ومحوها ناظر دار موح وقوه وحوها وسيادا أيضا تقوى إله حكم الله اتق الله إله كبق حيث ما كنت ووسيادة رسول كان عليه الصلاة والسلام قرآن كان إن بدنا أذكر كيساده إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إلهي محويه عون ومعود كويه كوا الله كعبسد إلهي معود كواسية مع الذين إلهي معيدي سمحك في عونه تيلي ليت وحي كحرته معيدي إلهي معاقو هذا ونصري وعون الله هذا إن إلهي كعبسد سبحانه وتعالى قرآن من بدن بدكو أركيسة ومن يتق الله يجعله مخرجا حتى الله كبغضه إلهي مخرج بكو صمانية وح كسوري بكو سواجها كما معكم طابن هيا وكإله يد كلها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا هدي أد إله كبغضان أو صبرتان قال هذا اللي بكوت وحبيني كم سجاد هيا وحبي ذكي محمد إنك صابين هيا مر مركا ولذا صادرت بالرسول كم حنودر دارمي اتق الله حيث ما كنت بشر باته هذا وحدي بوكاي ما دنا وأتبع السيئة الحسنة حتى وحدي بكاي ما قفتو حمانتا كده بجي وناقة وناقة ترتيرة هي تصدحات وحية هي وخالق الناس بخلق حسن بني آدم كان الله نوشاينا سفعا ولا رقا وهو سيد رسول كان عليه الصلاة والسلام وحا حديث كلاقا قادن هيا haddii qofku kulku ilaahay ka cabsanaayo shardiga taqwada wuxuu yahayba maba ku suroobi karo wa inuu qofku garanayo waxa laga nahayay iyo muxuu laga rabo inuu ka tagayo waxa ay laazim ku tahay inuu sameeyo taasna waxa ku xiranta cilmi inama yakhsha allah min ibadihi alulama soomaay inama yakhsha allah ilaaha waxa ka cabsada ilaahay min ibadihi halihi alulama taqwada la rabo ilaahay waxa ka cabsan karo qofku wax garanaya hadaan waxa uu garanaynin waxa laga yaaba إن أتصدني نك لقى شيء هاي أنتوا أركش شمبر سكرات إيش أيو شو نفتي شمبرت سكرات كقاعد غير كور كاسولا يا بيو حولي شمبرت عندهم بيجلين بابسين لوجل هي سكرات كده هي أنا جدا بيجلها سان قن دهنا شمبرت هو حالي فرق كوسو حدي مرضى فرق غير قوي إنه كنت كان شمبرت وادي ماتي يلا بقتو حن بارسين وأنا كنت كان يا حتى مركا سات كورن سلاجي ما كان سحين بسوم مركا أنا ما يخشى له من عباد العلماء وإن قفكو كورن هي كل قد إلهي كعب سان هزو إتقي الله لقوله horto maxaad maxaa ku banaan maxaan ku banaanay dadan wixii ku banaan iyo waxan ku banaanay baad kal garaneen wax laga yaabo inaad ilaahay u dhawaato macsi ugu dhawaato laga yaabo taasina dhibaatada deeleed waa ka hadii rasuulka qofka caalimka qofka aabidka wuxuu ka fadhili badan yahay nabi maxamed sadaligu qofka ugu hooseeyo muuminta ka fadhi badan oo kan hadiiska tarjumaas markuu tahay xasan weeye qofka caalimka ee aqoonta leh qofka aabidka ilaahay caabuda wuxuu ka fadhi badan yahay كفضلي على أدناكم ورسولكم أنا قال النبي محمد فضلي أي قفك إذا كم مرتبة هو سيء مؤمنين تهداتين سانو قفض البناء رسولكم عليه الصلاة والسلام محمد ورشاقي قفك طريق وكرادين هي علم وكرادين هي قادة إلهي ووضع جناد وكو قادو سهل هي وفضلي علم وقوله فرق حديثك محمد أمر هي وكل الله قادن هي توبة يدق دق محمد إلهي نقول نمر كيدم من قد عبا إسلام مركب وكي إلهي قرآن كيسكو أمان والذين
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. مؤمنات وحد بعضها كمذا وهو كوا مركي حمان سميان أما نفتوض أي دلميان يدن بقلان إلهي حصة إذن بالله في إلهي ويديست وحي سميان حمان هان أن دائما قفك مؤمن كدب عدي سلوي قانا قفك هدو الدن بقلو تتوبة دي هرتوا دن بقاد كشال فيرن هيا دن بقى هدو سقيري هاي هدي موحا مسلمين تبعي كو إجماعين حسنات كأيا كفارق هاي دنوب تسقيرة دا بحي حسنات لا تمدى كفارق هاي أبا ذنوب تكبائرتها إلهي كبيرين محل قياسة ولو حدية وحد وقف عن وحال إلى ذوا وحي إلهي عقاب يو جود يو محمها توعد كسم يجي قف كدم بقى قال وحاسم يجي إنه إلهي عقاب هاي أما هذا وحكت تكتئن إلهي كل عقاب هاي ذنوب تنوع عاص قف كي قال سد عقوق الوالدين سد النفع حق دره كل شيء وأكل خبادي وخمردي العبي وحيالها حونك وحيو بهين توب توب توبة لو بهينا توبة كانت توبة دي مركها دي وحو حق الله هي توبة دي باقوق فلان لكن وحو حق الآدم هدو يهي لازم حق الآدم حقوق دي ندعو عليس هداد روح وحكرنا علي حوليس يعلي هداد قذفتي محوها أشيك محوها اسمه وحاتي لذا هدي محوها هدو القذف هداد قشي هدي روحي قد دي شيبة هدي روحي قد تي وين حلقة مرتو لكن وذلك سادة ما أنت كوي شالتو محوها ومدى هلاقيه هذا نمانته كوفية جدودة انت كوركو سودان هذا ايه تقول الله كله راضي الشيء اللي واحد دي لحي سوما كمان تقول هالي قل قابلوا كله هاي وحان هاو مقرنية شالي وبغل دي لبغل ودعي وعنوا كله وحان هاو مقرنية شالي وشالي سين بايو شهادين يسي قل قابلوا عدي لحي سوما عدعيس عنا بيذر وحالة قوري جندب الأورنجري مقع عيسى بن جناده وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما لبضى صحابة الله كرادون رضي عن رسول الله رسولك الله وحكى وريا صلى الله عليه وسلم قال وحولي اتق الله إلهي كعب سقفك استوبة حيث ما ميل كنت أذهاتب هذا جوكتو أفريكا إيشيا جزيرة العرب هذا أمينور أمريكا جوكتو كعب سإلهي هذا موها أتاي فقيري هذا غني تاي هذا رئيس تاي أو مدح تاي هذا مرؤوس تاي هذا كلياته هي هذا موها كل جوكتو إلهي كعب yar iyo weyn ma kala le oday iyo dhalinyaro ma kala le muxuu harag iyo dumar ma kala le ittaqi llahi allaka baqhaytu ma kunt wa atbi'i ra'si as-sayyi'ati humaanta markay ka dhacdo al-hasanata hasanaka tawage tamxuha way tiraysa wa khaliq la muamalo annasa dadka bani aadam kana gaal iyo muslimba bi khuluqin hasanin dabi'a wanaagsan kula muamalo rawi hadithka waxa wariyay at-tirmidhi wa qala at-tirmidhi wuxuu yiri hadithun way hadith حسن وناكتم وفي بعض النسخ وحاكوسا أروري حسن صحيح وحديث حسن وصحيح بلالك هنو جو سدع دا حديث والله سبحانه وتعالى عنه.